الكرة لأفيونغ، أفيونغ لعب الكرة لربيع اللافي عند فاضل سلامة، فاضل سلامة لجويني، جويني بدأ يعود للخلف من أجل استلام الكرة، تعال يا كرة لأفيونغ، لاند أفيونغ، فرصة الهدف والهدف الأول، هدف أول لصالح. إذا فريق الأهلي بعد تمريرة رائعة من جانب جويني، جويني العائد إلى الخلف من أجل استلام الكرة، استلم الكرة ومر الكرة في ظهر المدافعين لتصل إلى فيونغ الذي يسجل الهدف الأول. إعادة للقطة، كرة كانت مثالية بالفعل بالنسبة لفيونغ، تهيأت بشكل ممتاز، لعبها من فوق حارس المرمى ليضع فريق الأهلي في المقدمة. فريق الأهلي المحاولة قائمة لفريق الأهلي عند زوي اللي سدد، والهدف الثاني، هدف ثاني في الدقيقة 42 على طريق أكرم زوي. إذا الهدف الثاني عاد والتصويب اللي على يمين الحارس، إعادة للقطة والهدف الثاني لصالح فريق الأهلي. تتغير النتيجة الآن لتصبح هدفين دون مقابل، ولا يحتفل الزوي بالهدف.